وبمناسبة الذين رسبوا خطة الفشل لهذا البلد، للأسف الشديد أكررها، أنه صارت الدولة تلجأ إلى الاقتراض وتلجأ إلى قطع جذورها هي نفسها من خلال الاستغناء عن ثلاثة مواليد مرة واحدة دفعة واحدة، وهي ما صايرة في الكون كله. هذه الدولة تقدر تسويها، وتقدر تقلل أيضا رواتب الموظفين، حلال على الدولة مسموح لها، ولكن الدولة تنطينا إذن الطرشة، نفس الدولة، وأقولها بصوت عالي، لما نتقدم بمشاريع مجزية لا تكلف الدولة فلسا واحدا بل تدر على الدولة ملايين المليارات، ترفض الدولة التطبيق. مثال على ذلك القناة الجافة التي لا تكلف الدولة فلسا واحدا، أكو ألف مستثمر يجي مقابل، شكرا جزيلا، مقابل أنه أنت تأخذ على كل طن من البصرة إلى الموصل يروح التركية، تأخذ على كل طن $500، ترفض الدولة، حلال عليها. ويستلقي على قفاه ذاك الرجال، ما نقول، من الضحك لما أتقدم على مشروع ربط شنغهاي، وصل الخط السكك الحديد إلى كرمنشاه، يا جماعة وصل من كرمنشاه، من شنغهاي إلى كرمنشاه، وإجت دول رادت تربط من كرمنشاه إلى العقبة أو إلى اللاذقية ورفضت الدولة. الدولة العراقية الوحيدة يا سادة اللجنة المالية اللي ترفض استيفاء إجور رسوم العبور العابر، النقل العابر، يا جماعة النقل العابر أكثر من واردات النفط، لكن الدولة هي نفسها اللي تصر عليها، والدولة راحت طلعت ثلاث مواليد 261 ألف عائلة يتضورون جوعا الآن بلا رواتب، هاي 6 أشهر لا قبلة موظفين جدد بحجة إنه تشغيل العاطل على العمل، كذوبة، ولن دفعت رواتب الموظفين، والحد لا احنا عائمين، ليش؟ يعني لا أغنية